ما عملتش. قومي يا اختي تبقى بس عنها كده بلا مرهقه بلا بتاع. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. والنبي يا اختي عجبني حين يا لهوي. هو ليه الحين مصمم على قتلي؟ شوف يا هيمة، اكو ناس تحفر قبرها بايدها، ومروان من النوع هذا، لكن انت كبرت، كبرت بنظري وايد. الله يكرمك يا شيخ جاسم، انا بس فاضلني تك على مروان واوصل للي انا عاوزه، بعد كده بتاعك. بس انت ما قلت لي، ايش تشتغل في مصر؟ حاوي. حاوي؟ بسحر القرش عشان اوقعه، بس بيني وبينك انا جايب المهموس بتاع مروان ده من فيلم اجنبي، شفته 12 مرة في السينما. حسافة، حسافة اني ما تعرفت عليك بمصر، كان شقلتك عندي وخليتك ذراع اليمين. ايه ده؟ انت عندك شغل في مصر يا شيخ جاسم؟ اوه، عندي شركات، عندي مصانع. عندي مصانع للألبسة الجاهزة، عندي مصنع للألبان، عندي مصنع للأثاث المنزلي. أنا أصلاً يا هيمة أقيم في مصر أكثر من أي دولة في العالم. اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك. بس معلش، مش مكتوبة لك بقى بدراعك اليمين، بس إن شاء الله لما أرجع مصر بالفلوس هشاركك، ما تقلقش. بس ها، أحذرك شديد الحذر من هذه اللي اسمها نجوان. هذه عقرب تقرصك وتخليك جثة هامدة علشان تروح حق غيرك. لا ما تقلقش، ما تخافش على كبدكي من حرمة أبدا. أصل أنا واخد فيهم الذهبية. عجبتك يا شيخ جاسم؟ أوي. وده عجبته في إيه؟ الضغط مش مظبوط وضربات القلب مش منتظمة، لازم تروح المستشفى فورا. وحضرتك بقى يا دي مهانم بتشتغلي في ايه بالظبط؟ عندي منتجعات سياحية بكذا مكان بالعالم، بالبرازيل وكندا وعندي كمان مدينة ملاهي كبيرة بتركيا. ياه، ده حضرتك كده هتغلبي شوية باريس هيلتون. ايه، رحت كتير على باريس وتصورت جنب البرج. لا لا، بتهزر، هي بتحب عشان باريس. انا قدمت لها على فكرة يعني دراسة جدوى بخصوص الاستثمار في مصر. طب عظيم، وناويين بقى ان شاء الله تستثمروا فين؟ في الساحل الشمالي ان شاء الله، في يعني قرى سياحيه موجوده في منطقه الساحل زي اوروبا بالظبط. احنا قدامنا ارض مساحتها كبيره جدا ما بين منطقه الساحل لمرسى مطروح. احنا بنفكر نعمل منتجع هناك، نفس المنتجع بتاع الهانم الموجود في البرازيل. ده هيبقى حاجه جديده على مصر، وفي نفس الوقت هيجيب ربح كويس قوي. واو، لا، فكره حلوه قوي. وكمان انا عارف المنطقه اللي حضرتك بتقول عليها، وفعلا عارف انها منطقه واعده زي ما بيقولوا، بس انا يمكن للاسف ما شفتش المنتجع بتاع دي مهانم اللي في البرازيل. لا، هاي مو منتجع، بتدخل فيه بتحس بانك بقطعه من الجنه، شيء بياخد العقل. لا ده حضرتك كمان شاطره في الدعايه، ده انا كده اتشوقت ان انا اروح اشوفه. بتشرف. الله يخليك. طيب ومشروع زي دوت تكلفته قد ايه في مصر؟ بص، حوالي 120-130 مليون يورو، مش هيبقى اقل من كده، ولكن ده في الفتره الاولانيه بس. يعني في خلال 5 سنين لو بعنا المنشات السكنيه، الفيلا، الشاليهات، هنتكلم في دخل الفرينج ما بين 350-400 مليون يورو. ده غير طبعا ان الخدمات الفندقيه والصحيه والترفيهيه هيفضلوا ملك للهانم وتحت ادارتها. عظيم، واكيد بقى حضرتك شفت المنطقه دي عشان كده قررت تحط فيها فلوسك وتستثمري فيها. بمصر؟ اها، مصر كتير حلوه بالصور وعلى الخرايط، بس انا ما شفتها على الطبيعه. ياه، ازاي؟ انا من رايي ان انت لازم تشوفي المكان دوت عشان تعرفي تحطي فلوسك فيه. اكيد، انا ما برمي فلوسي. وحضرتك من وين؟ من مصر؟ انا من الزمالك، ابا عن جد. ويمكن انتوا لو بتقلبوا في القنوات الفضائيه المصريه يعني ممكن تكونوا بتشبهوا عليا، عشان خاطر انا مقدم برامج واعلامي، وفي بقى برامج بتستضيفني وانا بستضيف ناس وهكذا يعني. انا الحقيقه ما بتفرجش، ان ما عنديش وقت، بس ما اعرفش طبعا دي مهنة. انا كتير بحب الافلام المصريه. عظيم. وبالذات الفنانين عادل امام. عادل ادهم. عظيم. عادل الفار. نعم. قصدي يعني طالما وصلنا بقى لعدل الفار. لا ده موضوع كبير وعايز قعدة تانية. عموما أنا سعيد جدا بالقعدة دي، وإن شاء الله تتكرر. عموما ده الكارت بتاعي،
ويشرفني ان حضراتكم كلموني، ويا ريت حضرتك بالذات تكلميني لان هتلاقي عندي معلومات تفيدك كتير في الاستثمار في مصر. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جدا، فرصه سعيده جدا، فرصه سعيده. باي. فار فار يا كوريا، مشرف. تمام كده يا دكتور؟ انت عاوز تسرحني يا عزوز؟ انت فاكرني ايه؟ الله الله الله، ليه اللون القافل ده يا نوال؟ انت شايفاني ايه؟ لا مؤاخذه. الله يا بنت، ده جواز، جواز على سنه الله ورسوله. الله، هو انت مش كنت عاوز تتجوزني؟ دلوقتي جايب لي واحد تاني؟ يا بنت الحلال افهميني. الله، وانا قلت مش هتجوزك يا نوال. يا نهارك اسود، يعني انت عايز تتجوزني انت والراجل مع بعض؟ ليه؟ وانا خرنج ولا ايه؟ افهمك انا، مش انا لما طلبت اتجوزك انت طلبت ان انا اكتب لك نص الكباريه؟ صح صح. طيب انا جايب لك الراجل ده بقى، شيخ ساري عربي، عايز اتجوزك لمده شهر واحد 30 يوم، هيدفع فيك 250,000 جنيه، يعني ربع ارنب يا نوال. الله، يخلص الشهر من هنا وانت تقفشي البوكست من هنا، تامني بيه مستقبلك، كانك كتبت لك الكباريه بالظبط. كام شهر كده وتخلص عدتك ونكتب الكتاب ونعلي الجواب انا وانت، وكله بالشرع وبالقانون، مفيش جنس اي حاجه شمال. وهو الراجل ده هيدفع المبلغ ده كله ليه في شهر واحد؟ هو على شوشته يا عيني، شافك مره واحده ولا هي دي؟ مفيش غيرها. والراجل ده ما بيحبش الشمال ولا بيحب الحرام، كله بيبقى شرعي. وافرض بقى ما رضيش يطلق، ياخدني معاه بلدهم يشغلني خدامه لمراته وعياله؟ الله 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 الله، اخص عليك يا ناني، الكلام ده برضه تقلع عزوز يا بنت؟ ده انت الحته بتاعتي يا بنت. مش عارفه قلبي كده مقلق ومش عاوز يقعد من الحكايه دي. ما انت بقى لما تقفشي الشنطه بربع مليون جنيه وتمسكيهم في ايدك وبيتيهم في حضنك يا عنايه، وتاني يوم الصبح تطلعي على البنك تاستكيهم في حسابك، ساعتها بقى قلبك ده هينام وهيشخر ومش بعيد يقول لك غطيني وزغرتي. مروان، عارف يا حبيبي، انا سالت كده واتقصت وعرفت ان البيبي ده ممكن نسجله باسمي واسمك من غير ما نتجوز. بعدين خلاص يا حبيبي، احنا مش محتاجين الجواز. انا صحيح كنت عاوزة ان احنا نتجوز عشان يبقى في حاجة تجمعنا ما بين بعض، بس البيبي الحقيقي ده هيبقى احسن حاجة تجمعنا. وبعدين انا نفسي ان احنا ندخله مدارس هنا، اكيد يعني التعليم هنا احسن من مصر بكتير. ولما يكبر هعلمه السباحة عشان انت بتحب السباحة. بعدين معرفش، نفسي ان هو يطلع طيار عشان يقعد يطير بينا من بلد لبلد. وكمان عايزه اعلمه تمثيل عشان انت بتحب الافلام الاكشن وكده. يا ترى بقى فكرت تسميه ايه؟ حبيبي مش مهم، الاسم اللي انت هتختاره انا موافقه عليه. ماشي يا حبيبتي. انت رحت للدكتور قبل كده؟ لا يا حبيبي. طب ازاي؟ انت مش لازم تروحي للدكتور عشان خاطر تطمني على نفسك وتطمني على البيبي؟ اه، هحجز لك عند الدكتور وانا وانت نروح له سوا. بجد يا مروان؟ اه يا حبيبي. يا رب يخليك لي يا حبيبي وما تحرمش منك. مالك يا سوكا؟ ايه يا حبيبي؟ وانا كل ما اجي كده شجر على سندس الاقيك قاعد حزينك ده، زي ما يكون ميت لك جاموسه ولا بقره يا راجل. قلقان يا عم شكري، هاجر جالها عريس واخوها مصمم يجوزها وعمال يزن في ودانها زي الناموسه الرخمه. الجواز قسم ونصيب، وان شاء الله بعون الله ربنا هيبعت لك نصيبك. معقول يا عم شكري بعد الحب اللي حبته له ده ممكن هاجر تبيعني؟ لا يا ابني، انا حسب تجربتي يعني في الدنيا الست عمرها ما تبيع رجلها، حتى لو تقدم لها قارون بماله نفسه ما توافقش ابدا. انا عمال اكلمها كل شويه، بقى لي يومين عمال اكلمها يا عم شكري ما بتردش، انا قلقان قوي. معلش يا ابني، هتلاقيها في نبطشية ولا عملية. ادعي ادعي، احنا غلابة وربنا هيستجاب مننا، وهي كمان غلبها. انا ورايا للدعاء. يا رب يا عم شكري اسمع من بقك ربنا. يا رب. يا اس شكري، خد يا اخوي دوق الرز بلبن بتاعي بالمكسرات، صنعت ايديا وحياة عيني. دوق، ده كان ابو الواد سوكا الله يرحمه كان يقول لي احلى رز بلبن من ايديك يا ام سوكا. خد يا واد يا سوكا دوق. بقول لك ياما بعيده عني ياما، ولا عايز اكل ولا اشرب، سيبيني في حالي ربنا يخليك. دوق انت يا حبيبي. ايه ده بالمتكسرات؟ المكسرات ده جميل. ما شاء الله ما شاء الله، ده ناقص السكر. ها ان شاء الله عنكم ما اكلتم انتم الاثنين،
الله يرحمك يا ابو سوكا كان دايما يقول لي اجمل حاجه فيك يا ام سوكا الرز بلبن بتاعك. كان راجل اكل رز بلبن بجد بجد بجد. اجيبك منين يا ابو سوكا دلوقتي؟ اجيبك منين يا اخوي؟ عشان كده فيص منها. هايدي حبيبتي سلامتك. سلامتك يا روح قلبي. الف سلامه عليك يا هايدي. علاء المأمور قال له انك انت اتنقلتي المستشفى فمر عليا وجابني هنا. معلش يا هايدي انا عارف ان موقف صعب بس حاولي ما تاخديش كل حاجه على قلبك وان شاء الله ازمه وهتعدي. هايدي حبيبتي انا عارف انك في محنه وموقف صعب عمرنا ما كنا نتخيله بس اوعدك وانا بابا بقى اللي بوعدك انك هتخرجي من هنا في اقرب وقت ممكن. هترجعي بيتك فلوسك وحياتك. انتوا هتفضلوا تضحكوا عليا لحد امتى؟ تقعدوا تقولوا لي هتخرجي وهتتحل ولا بخرج ولا بتتحل. انا حاسه ان انا خلاص هقضي باقي عمري هنا في السجن. انا خسرت كل حاجه وبقيت مجرمه وسوابق. المهم بس ان يكون ضميرك مستريح وانك تكون حاسس انك اديت واجبك وانت شايفني بالمنظر ده. انا هفضل معاكي لغايه ما تخرجي من هنا وان شاء الله ده هيكون في اسرع وقت. ايوه 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 وضبي الدنيا كده يا قمر عشان الناس اللي جايين. ربنا يسعدك يا حبيبتي. بالمناسبه انا كلمت خالاتك وعماتك وجايين النهارده. انا مش فاضيه النهارده عندي شغل. نعم يعني ايه مش فاضيه؟ ده النهارده خطوبتك يا حبيبتي. بس انا مش موافقه. مش موافقه على ايه بس يا حبيبتي؟ بدأ عريس يترفض برضو؟ شاب كويس وحليوه وصغير وابن ناس طيبين محترمين. انا مش فاهم ازاي يترفض. انا مش عايزه اتجوز دلوقتي. انت اللي فتحتي سيره الجواز ده. لما جبتي لي الواد الصايع الضايع بتاع الكباريهات قلت يا واد يا فواز لازم تختار لها واحد كده يليق بيها وبعيالها اللي هتخلفه. خلاص يا فواز انا غيرت رايي ومش عايزه اتجوز دلوقتي. طب تعالي يا حبيبتي اقعدي. ربنا يهديك يا رب. قولي لي انت ناويه تتجوزي امتى؟ لما اخوك اسنانه تقع وشعره يشيب ان شاء الله ولا ايه؟ لما ربنا ياذن هتجوز. يا حبيبه قلبي انت مش حاسه ان اخوك سنه بيكبر ووقف جنبك طول عمره واخر دنيته وحياته عشان يطمن عليكي؟ على عيني وعلى راسي اللي انت عملته معايا فواز. بس تطمن عليا مع واحد انا اختاره. مش ترميني كده والسلام عشان تخلص مني. هرميكي ايه بس يا حبيبتي؟ انا لو كنت فكرت في نفسي ولو مره واحده بس كنت اتجوزت من 10 سنين فاتت. لكن قلت لا دي اختك الوحيده لازم تسطرها وتشوفها وهي في بيت عدلها واطمن عليكي وبعد كده ابقى اشوف حياتي انا. تشوف حياتك؟ خلاص زهقت مني؟ عايز تدفعني نص عمري اللي جاي تمن نص عمري اللي وقفت فيه جنبي يا فواز؟ بقى كده يا هاجر للاسف انت مش شايفه غير نفسك وبس ويا ريتك شايفه صح. لا بقى انا شايفه صح كويس قوي. انت عايز تخلص مني عشان الشقه. شقه ايه والكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ فين عمري وفين صحتي؟ ويا ترى لو فكرت اتجوز النهارده مين هتقبلني؟ واحدة مطلقة ولا واحدة أرملة؟ ولو حبيت أخلف الفرق بيني وبين عيالي هيبقى قد إيه؟ ويا ترى هيقولي بابا ولا جده؟ يا فواز أنت أبويا وأخويا وكل حاجة ليا بس حرام عليك لما ترميني الرمية دي أفضل شايلها همها طول عمري. أنا لا برميكي ولا بجوزك جوازة أي كلام ولا بديكي الواحد قد أبوكي. أنا عاوزك تبقي أسعد إنسانة في الدنيا. أنت لسه صغيرة يا هاجر وإن شاء الله تتجوزي وتخلفي وبعد كده إن شاء الله تفتكريني وتقولي الله يمسيك بالخير يا فواز يا أخويا أنت فعلا اخترت لي صح. ربنا يهديك يا هاجر. ربنا يهديك. بص يا إبراهيم أنا جايباك عشان أقول لك تنسى أي كلام إحنا اتكلمنا فيه قبل كده. أنت لا تعرفني ولا أنا أعرفك. الله 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 يا نوجة سكة المطبات الجديدة دي. ما هو خلاص انا مروان ما بقاش ينفع ان احنا نبعد عن بعض. انت بقى اللي لازم تبعد عننا وتشيل كل الهبل بقى اللي في دماغك. هبل ايه ونيله ايه؟ انت اللي هبله. عاوزاني انزل مصر واسيب 50 مليون؟ استهدي بالله كده يا نجوان وصلي على النبي وما تبوظيش الدنيا عشان خاطر واعده نفسك بعيل ابن حرام. انت مالك انت؟ حياتي وانا حره فيها الله. انت هتزعقي لي في اليونان كده؟ بص يا ابراهيم انت لو ما بعدتش عن طريقي انا ومروان هخليه ينسفك من على وش الارض. انت بقى ما تعرفش مروان لما يغدر. لا وعلى ايه؟ الطيب احسن يا نوبه. بس انا ما ينفعش ارجع مصر. انا لو نزلت مصر سلومه هيموتني. خليني عايش معاكم هنا وشغال سواق وانتوا افرحوا بابنكم زي ما انتوا عايزين. نعم يا اخويا انت بتصعبطني ولا ايه؟ هما يومين انت هتدور على شغلانه بعيد عننا احنا خالص والا يا ابراهيم هتشوف نجوان عمرك ما شفتها قبل كده. هتدور شكلها هتبوظك بداتي. تبوظ؟ تبوظ مين؟
ده انا قتيل. ماشي. يوه، هو عادل الفار ده يعني فنان ولا مش فنان؟ ولا هو يعني بتاع كفته؟ مش مهم، بس احنا لحد دلوقتي ماشيين كويس جدا الحمد لله. بس انا بقى قلقان من اللي بعد كده ده. كوريا انت بتقعي كتير، موضوع باريس وباريس ده لوحده مصيبه، مروان ده مش سهل ده تعلم. عشان كده يا عماد انا كنت حاطك في النص علشان اشغله بيك فما يركزش مع كوريا. وانا مش عارف اقول انها فنان. انا سمعت باريس وكلنا عارفين ان باريس دي بلد، قلت اما اعرفه اني عارفاها واديت له اماره بالبرج. انا شرفني بقى يجي في بال مين يعني في واحده اسمها باريس؟ طب ما انت اسمك كوريا وكلنا عارفين ان ده اسم بلد كلها. خلاص فهمت، باريس بقى ولا مش باريس كلها اسامي ربنا. يلا انا همشي، خليني معاك بقى على التليفون. ها اوكي، شكرا يا عماد. باي ندور. باي كوريا. سلام. تليفون من مصر. الو. الو، صباح الخير يا نادر. اهلا يا ساره، ازيك؟ عامله ايه؟ انا حلوه. وانت؟ اكيد مش حلو زيك. ما بتتكلميش من تليفونك ليه؟ انت عارف هنا مانعين التليفونات خالص. اه صح. الحمد لله بقيت كويسه جدا. هتيجي امتى عشان تاخدني؟ مش عارف قدامي قد ايه بصراحه ساره، بس هحاول ما اتاخرش ان شاء الله. طيب يا بيبي، اعمل حسابك ان انا محبوسه هنا لحد ما ترجع. ايه لحقتي ازاي؟ لا خالص، بالعكس، انا بس حاسه اني اول ما هخرج هبقى بتولد من جديد زي ما بيقولوا لنا هنا، فمستعجله قوي اني اتولد من جديد يا نادر. ما تقلقيش هرجع لك على طول ان شاء الله، وخلي بالك من نفسك. ماشي حاضر، يلا باي باي. سارة دي من بقى ان شاء الله الحته بتاعتك. يلا حبيبي، يلا يلا. كهير ثانك يو. انت مش متخيل انا فرحانه بالبيبي ده قد ايه، وبعدين نفسي قوي اشوفه في السونار. يا حبيبتي انا حاسس فرحتك قوي بجد، حاسك. خدي يلا انت. ايه ده انت بس؟ يلا دي موافقتك على العملية. عملية؟ عملية إجهاض؟ ها؟ ليه يا مروان؟ حرام عليك، أنا مش عاوزة أنزل. امضي بس، امضي، امضي بس، خلصينا يلا. عشان خاطري يا مروان ما تعملش فيها كده. ده أنا فرحانة قوي بالبيبي ده، ونزلت واشتريت له هدوم، وبعدين أنا بحبك ونفسي في حاجة منك. عشان عايز احافظ عليكي عايزك تنزليني. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ما بلاش شغل الشلت والحواري ده، سيبك من كلام ده، ده انتصار. ولازم تمسكي الراجل وتربطي جنبك بشوية العيال. ها؟ سيبك من الحاجات دي خالص. انا حبيتك عشان انتي ورق العنب، عشان انتي مختلفة. طب خلاص، انا مش عاوزة جواز ولا عاوزة اي حاجة، بس ابوس ايدك يا مروان عشان خاطر ما تحرمنيش من البيبي ده. سيبهولي. مش عارفة اقول لك ايه يا حبيبتي، انا كده كده مش هعترف بيه ومش هسميه باسمي. خلاص يا اخويا خليه ونكتبه باسمي، مفيش ولا اي مشكلة. يرضيكي؟ يرضيكي أول بيبي ليا أكتبه باسم مرة؟ وبعدين أنا كنت غايب عنك فترة كبيرة، وإنتي كان حواليكي ذئاب بشرية كتير، وأنا مطمنش بقى أي ديب من دول جه جنبك عمل إيه وأنا ما كنتش معاكي. معقولة؟ إنت بتشك فيا؟ أنا بحبك وعايز أحافظ على علاقتنا، وهكوني فاكرة ان انا قاعد باخد ودي معاكي في الكلام ودردش اذا كنا ننزله ولا ما ننزلوش. لا، انتي هتنزليه. عارفه ليه؟ عشان انا قررت. طب ولو انا مش عاوزه انزله؟ يبقى قدامك حل من حلين، يا اما نستغل المكان الطبي الحلو ده وتنزليه وتبقي انتي في امان. امال ايه؟ أنا جايبك هنا ليه؟ عشان خايف عليك وبحبك. يا إما الحل التاني نخرج من هنا وانزله أنا بإيديا،
بس ساعتها انا مش عارف انت هتكوني عايشه ولا ميته. وفي الحالتين اذا كنت عايشه او ميته فاحنا علاقتنا انتهت. ها ايه رايك؟ اختاري. اخترتي؟ امضي بقى يلا. يلا امضي. يلا حبيبتي. يلا حبيبي. بسرعة بس، أيوه. عشان اتأخرنا عن الناس. يلا. حاضر. أيوه. أحبك يا ورقة العنب. ناس! ايه طالع تعمل ايه يا كاري معاه؟ طالع تعمل ايه؟ هطلع اقول له اني بحبها واللي هو يقول عليه بس يجوزها لي يا عم شكري. انت فكرك يعني هتجوزها لك بعد الفضيحه اللي عاوز تعملها لك؟ ايه عاوز تفهم الناس انها كانت ماشيه مع واحد تاني؟ عاوز تخلي سيرتها تبان فوق الناس؟ تعالى تعالى سوق استهلا بالله، تعالى تعالى كل شيء رسم ولطيف، تعالى يا تعالى مالك. Thank you.
في ايه يا ابراهيم؟ في ايه؟ في ايه يا اما دي؟ ايه في ايه؟ ايه اللي جرالك؟ انت متقل شويه ولا ايه؟ معلش يا باشا، بس اصلي افتكرتها كوريه، اصلها شبه الكوريين. يلا بتفضل، روح استناني في العربيه. يلا ماشي. صدقوني مش مقصود ابدا، وبعدين حضرتك قلتي هتروحي مصر فهتشوفي من الاشكال دي كتير. انا اسف يا زعمات. حصل خير، حصل خير. ايه ده؟ انت لسه واقف؟ اتفضل روح على العربيه. مؤاخذه يا باشا. طب بعد اذنك بس يا باشا، ايه، هستاذن ساعه كده لحسن، ضربت واحد شاورما وقلب القولون عندك. طب يلا يلا يلا، روح روح يلا. انا بعتذر جدا للمره الثانيه على اللي بيحصل ده، بس صدقوني مش مقصود. فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبه للاستثمار. ما اظنش ان السياحه والعقارات هم دول افضل مجالين ممكن نستثمر فيهم. سيجاره وزعمات. الصلاه على النبي يا نجمه مصر، الشيخ علواجي اهو ومعاه المحامي بتاعه جاي يكتب عليك عقد عرفي ويدفع لك 250 ألف جنيه، وأنا شوية كده وهبعت أجيب عيلين من بره يشهدوا على العقد. والمصاري حاضر. والعقد جاهز. والعقد ده مكتوب قد إيه؟ مهر ولا مؤخر؟ قد إيه وقت يا أستاذ؟ هذا لا يجوز يا ست نال. عقد النكاح إذا تحددت فيه مدة فسد، وهذا يخالف شرع الله، وأنا ما أحب أخالف شرع الله. خلاص يا أخويا ما تخالفوش، وأنا أضمنك منين؟ مش جايز تستحلاها ولا تخليني أسيب مصر وأجي عندكم؟ هذا ما يصير يا ست نان. أنا عندي عيلة، ثلاث زوجات وتسع أولاد، أنا أبي أجي مصر علشان أروح عن نفسي، ليش أخدك معي؟ خلاص يا أخويا يفتح الله. الله 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 الله، تعالي يا ناني بس أقول، خدي بس يا شيخة تعالي. بقول لك إيه يا عزوز، اقفل على الموضوع ده خالص يا أخويا، أنا قلبي مش مرتاح. ما تستهدي بالله. أمال يا ناني، الله، ليه عندك كريم مليون حل؟ لا مليون ولا مش مليون، أنا مش عاجبني اللون من أوله لآخر. ليه بس يا ناني؟ الله، ده الشيخ علوان ده راجل طيب وزي السكر، هيدفع لك 250 ألف جنيه، وعلى فكرة بقى أنا ممكن أضغط عليه وأخليهم لي 300 ألف. خلاص يا أخويا، لو عاجبك اتجوزه أنت، وابقى اعمل له خاص. الصلاة على الصلاة يا ست سوريا، الصلاة على الصلاة، بقى سايبك في مصر كوريا بقيتي سوريا. إيه ده؟ إيه يا أخ أنت اللي أنت بتعمله ده؟ عايز إيه؟ أنت اللي عاوز إيه؟ أنا خاطبها، ما تقولي له يا ست سوريا. ده الأستاذ عماد المحان. أهو أنا هفضل في حضن البقف ده كتير؟ سيبه يا أخ، سيب. في إيه؟ عاوز إيه؟ إحنا مش قلعنا الدبل وخلصنا؟ وماله؟ بس يا بت ده في إيه؟ ده إحنا طلعنا جامدين قوي، ورينا. إيه ده؟ ها؟ ده إحنا طلعنا جامدين يا بت. اخلع من هنا كبداك، وانا سايبه مصر كلها عشان تنط لي هنا. اخلع مين بقى؟ انا سايب الراجل الكبير وجاي لك وتقولي لي اخلع؟ اخلع مين؟ امال عاوز ايه يعني؟ انا مش عاوز، انتوا اللي عايزين، انت والراجل اللي مشغلك ده. بقول لك ايه استاذ كنتاكي، انت لو في طريقه محترمه اكتر من كده نتكلم. لا كنتاكي ده عند امك في مصر. بس لو عايزين نتكلم باحترام وماله نتكلم، انت عارفاني محترم زباله بس محترم. يلا حلو. نتكلم باحترام. حاضر يا اخويا، اتفضلوا. يلا يلا. أمال كنت عايشة لي في دور عبده موتة ليه؟ مساء الأماني يا ست ناني. امشي من وشي السعادة يا طاعون، أنا عفاريت الدنيا بتتنطط قدامي. أوعى تكوني خليتي الشيخ علوان يكتب الكتاب ويعلي الجواب. وأنت عرفت الحكاية دي منين؟ إيه؟ عيب، ده أنا طاعون، اللي يعرف الكتكوت اللي جوه البيضة ذكر ولا أنتاية؟ المهم، النصباية اتعملت عليكي ولا فكيتي؟ نصباية إيه؟ أمال، أنت يعني فاكرة عزوز بيرمي 4 ملايين كده؟ يعني إيه؟ يعني اللوكلوك مش هينفع هنا. اطلعي غيري هدومك وارمي نفسك في تاكسي واسبقيني على النسكافيه الكبير اللي في اول شارع المنجل، عارفه؟ ربع ساعه وههبق واجيلك اقول لك على الدور كله وارسيكي، ولو عجبك الدور ابني لك عليه دور تاني ويبقى دوبلكس. يلا يا بنتي يلا، اشتري من تعوم مش هتخسري. صلوا بقى على اللي هيشفع فيكم. المصلحه دي بتاعتي، ها، وفلوس مروان دي كلها كانها مكتوبه باسمي في البنك الاهلي، وانا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبه ام. يو انت هتاكلهم بالصوت ولا ايه؟ الليله دي مش ليلتك يا كبداكي، وبعدين تعالى هنا، فلوس اللي انت كابشها في عبك دي، ده انت حيلا سواق البيت. سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلهم، عايزين نرجع البت، عايزين نطلعها من السجن، البت غلبانه مربيه في مصر. وبعدين بقول لك ايه، انا مش جاي هنا اتخانق معاك على لقمه عشان اكلها منك، انا جاي ارجع الرغيف كله لصاحبته. بص يا ابراهيم، انا هقول لك كلمتين كده بالعقل علشان مصلحتك. لو انت فاكر بطريقتك دي وبحركاتك هتعرف تضحك على مروان تبقى غلطان. يا عم تنيل بقميصك ده، انا مش هعرف اضحك على مروان؟ يعني انت لما تلبس كوريا فستان مفتوح هتوقعه على اسنانه؟ زي ما كوريا قالت لك بالظبط يا ابراهيم، لا احنا جايين نسرق ولا جايين ننصب، احنا جايين نرجع الفلوس
لصاحبتها. والنبي يا عم الحاج انت بالذات تسكت خالص، ده انت بالذات مروان معلم عليك مرتين قبل كده، مره لما قلب فلوس الست المحبوسه ومره تانية لما قلب منك خطيبتك، فما تجيش بقى في اليونان تعمل لي احمد السقا. ابراهيم انت انسان مش محترم. يا عم اسكت بقى وخلي ليلتك ام نجوم بدل ما غيم لك وعتم لك ابوها. استنى بس يا نادر نسمع الراجل بيقول ايه. بس اسكتي انت كمان، بقول لكم ايه من الاخر كده، المصلحه دي بتاعتي ها، ولو شفت كوريا مع مروان تاني انا هكب جزع المصلحه وتولع بينا كلنا. يو هو في ايه يا ابراهيم؟ نعم. هو انت جاي زي ما كنا في مصر وكنت عمال اتخانق معاك عشان تبعد عن الواد طعن والعيال اللي معلم ماشيين في الشمال، هو انت جاي كمان هنا تمشي لي في الشمال؟ انت ايه ما بتحرمش؟ حرام عليك يا ابراهيم، عايزين نرجع البنت جول اللي مرميه في السجن دي. حرمت عليك يا عشت، حرمت عليك يا عشت، انت لابساني فستان مفتوح ومشالي مع رجاله ببدل وجاي تتكلمي؟ بس احنا بقى كوريا لينا بلد تلمنا. والله بقى انت مالكش حكم عليا. اه مش انت كنت شايفني في مصر ناقصني دقن وشنب؟ خلاص يبقى انا حره بقى بكيفي بشوق اعمل اللي انا عايزاه. الجزمه في اليونان. لا والمصحف في الجزمه في اليونان. ده احنا في غربه يا ابراهيم. ماشي انا همشي، بس بقول لك يا دكتور انت عارف خطيبتك فين دلوقتي؟ في المستشفى بتسقط عيل ابن حرام من مروان. انت بجد بقى يا لهوي بقى ده مجنون ولا ايه؟ ما هي مش بالبدل، لا مؤاخذه مش بالبدل، عارف لو بالبدل كان زمان مندوبين المبيعات ماسكين العالم. الشيخ حلوان ده ست انا اللي مسلمه لعزوز، الراجل اول ما شافك كان عايز لا مؤاخذه يدقلجك، بس عزوز قال له دي مش سكتها، قال له خلاص اتجوز ورمى فيك 600,000 جنيه لعزوز. يا لهوي 600,000 يا نسبتي؟ امال كان هيلها في كرش 350,000 ويديك انت 250. يا ابن الحراميه يا عزوز يا واطي يا ناقص. تاخدي بقى التقيله ولا اجيب حد يشيل معاكي؟ هو في اكتر من كده يا اخويا؟ الشيخ حلوان ما كانش هيطلق، حوار الشهر جواز ده كان اشتغله من عزوز، اني سمعتهما حضرت القعده من اولها لاخرها. عزوز قال له هي مش هتقبل تتجوز على طول، احنا هنشتغلها ونقول لها موضوع الشهر ووقت ما تبقى على ذمتك ابقى اعمل فيها ما بدالها. يا زباله يا عزوز يا عره الرجاله. طب وانا يا اخويا ايش ضمني بقى انك ما بتشتغلنيش؟ فكك من عزوز وانا هزبطك مع الشيخ واسلمك في ايدك نص مليون جنيه ولا هفنى 100,000 بلبل، نسيب الكباري انا وانت، انت تعيشي بالنص مليون وانا اشوف حالي بالعمود. يا سلام، وانا اعمل ايه بقى بالنص مليون جنيه وانا متجوزه الدهول ده وهو مش عاوز يطلقني؟ ويطلقك ليه؟ ده هو هيعيشك برنسيسه البرانيس، ثم لو اتخنقتي منه اقرفيه في عيشته، زهقيه، خليه يقول لك بتبعديني عن حياتك بالملل وخليتيني اقول خلاص لا مؤاخذه مفيش امل، وساعتها تتطلقي ومعاكي القرشين، افتحي الكباري بتاعك، هتلاقي تعتع معاكي ممكن اديهولك انا وابقى اكبر كواد في الوطن العربي كله. خير يا دكتور. ضربات القلب مش منتظمه وهتفضل تحت الملاحظه. ضربات القلب مش منتظمة، ده كل اللي عملته ضربات القلب مش منتظمة. قلب ايه ده؟ طب ما انا بقول نوديها مستشفى تانية. خلاص يا بابي انا كويسة. انت لازم تخرجي من هنا، انا مش هقف اتفرج عليكي. ارجوك يا علاء ارجوك. الحمد لله على السلامة يا ورا العالم، بالذنب مش كده احسن، لا شايلة ولا جرة ولا بامبرز وحضانات وحضانات. يا حبيبتي اللي زينا مالوش تقطان على الحاجات دي. مسجله ابراهيم كبداكي عندك ايه؟ ابراهيم؟ ها؟ وانا هسجل نمرة ابراهيم عندي ليه؟ اه صحيح. هتسيبيه عندك ليه؟ اه عندك حق. عندك حق. حركة برضو حلوة. كيف ده ريستوران؟ لا برافو. يلا ايوه يلا خدي قولي له ان احنا مستنيينه عشان يروحنا. يلا ماما يلا بالراحة. طيب الو. ايوه يا ابراهيم. انا جوانا حبيبه قلبي. تعال للمستشفى عشان ترجعنا على البيت. ايه ده؟ مروان مش عندك ولا ايه؟ ليه ما كلمنيش هو؟ تعال بس يلا يا ابراهيم ما تتاخرش احنا مستنيينك. يلا طب تمام مسافه السكه. سلامات يا نجا حبيبه قلبي. سلام يا ابراهيم.
سلامة عليك يا ورق العنب. ألف سلامة. بص يا أستاذ هاني، أنا عايزك بكرة الصبح تقدم طلب لرئيس النيابة الكلية وتقول فيه إن حالة هايدي الصحية ما تسمحش إنها تقعد لا في السجن ولا برا السجن، وعايزك كمان تحدد مكان إقامتها هنا على فيلا والدها، وتطلب إنهم يفرجوا عنها بكفالة، خصوصا إنها أثبتت حسن نيتها لما سلمت نفسها. بس ما أعتقدش مستشفى السجن هتطلع تقرير بكده. قدم انت بس الطلب وانا هجيب لك التقرير. ريا يا استاذ هاني، انت محامي بتاعنا ولا بتاع المستشفى؟ ده استاذ نادر بيقول فيك شعر. طيب هقوم انا بقى دلوقتي، ولما تقدم الطلب ويطلبوا منك التقرير يبقى كلمني. بصوا بقى، الواد ده فاكر نفسه صايع وهيعرف يضحك على واحد زي مروان. بس ما تستهونش بيه قوي كده، كبدك جن برضك، ولو قشط مروان قبلينا البت جول مش تطلع في سنينها السود. انا شايف انه انسان حقير ولازم نخلص منه، نديله قرشين ونبعده عن مروان بدل ما يبوظ لنا كل حاجه. يو طب انت بتشتمه ليه دلوقت؟ ليه بتشتمه في غيابه يعني؟ اما يبقى في وشك يبقى شتمه براحتك. كبدك ناقص لكن جدع برضه. والنبي اهدوا علينا بس انتوا الاثنين، خلونا نفكر في طريقه نجيب الواد ده في صفنا، نديله قرشين ونبعده عن مروان خالص. وليه نبعده؟ اسمعوا مني بس، انتوا هدوهولي وانا استفرد بيه ونديله قرشين، ساعتها هيبقى معانا. مش هو بيشتغل سواق لمروان؟ اهو برضك يبقى عين عليه. وبعدين الواد كبدك ناقص لكن ما يبيعش كوريا ابدا. بعد كل اللي قاله انا مش فاهم بتحب ايه في البلطجي ده. يو ايه النفسيه دي؟ كوريا الواد ده احنا لو اتفقنا معاه تضمنيه؟ كبدك برقبتي. كتك قوى يمسع ضلوعك. بقول لك ايه، ما تقومي تنزلي وتسرحي شويه، هاتلنا خمسينية ولا حاجة، خرمان وعايز اجيب دخان. مش قادرة والله يا ابو النجوان، الكيلة شد عليا وضهري بيتقطع. بقولك ايه، مفيش حاجة اسمها مش قادرة، انا قلت تنزلي يبقى تقومي تنزلي. بكرة لما انزل اغسل وانا راجع هجيب لك معايا فلوس. حاضر. بقولك ايه، مفيش حاجة اسمها بكرة، انت باين عليك مرة عاصية، حط في دماغك فردة جزمة قديمة، واما اقول تنزلي يبقى تنزلي. حرام عليك انا تعبانة والله العظيم تعبانة. حرمت عليك عشك. يلا يلا يا اختي انزلي واسرحي وهاتي فلوس. يلا. يا منجوان يا منجوان فوق يا منجوان يا منجوان فوق يا منجوان، الوليه مش عارفه تتنفس اتقبالي ساعات. انت اتعلمت السواقه فين يا كبداكي؟ ياه ده حوار يا باشا. كمل على طول كمل. واحنا مش هنروح على البيت ولا ايه؟ لا 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 اطلع المطلع واحكي. مفيش يا باشا، واحنا صغيرين كان في واحد صاحبي ابوه كان عنده تاكسي، كنا دايما نعلق التاكسي من ابوه ونطلع نشقط بين السواقين. شاي يا ابراهيم. وتعلمت بقى تخش يمين؟ ايه يا باشا لا مؤاخذه، تعلمت تلف الدركسيون وتخش يمين؟ اه يا باشا يمين وشمال. طب خش يمين خش. ماشي يا باشا. ابراهيم ده نمره. خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل وركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان والله احنا ما عملنا حاجه، وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله، والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري. طيب انزلوا انزلوا بهدوء كده يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملنا. يلا طيب ماشي. دي أول أجازة أخدها من 4 سنين مثلا. طب وأول أجازة هتاخدها تقضيها جنبي هنا في المستشفى وفي السجن؟ دي غيرتيني أوي وغيرت نظرتي لحاجات كتير. إزاي يعني؟ أنا ندمت إني جبتك هنا، وحاسس إن أنا حطيتك في المكان الغلط. كان المفروض أتحرك في الاتجاه التاني وأحاول أثبت براءتك، مش أغمي عينيا وأمشي ورا الأوامر وأدخلك السجن بإيدي. بس ده ما كانش كلامك في الأول. مش بقولك اتغيرت،
لو التغييرات دي هتبوظ لك حياتك وشغلك فابعد عني احسن. لا مش هبعد، وزي ما دخلتك هنا بالقانون هخرجك برضه بالقانون. اقول لك على حاجه؟ قولي. انا مش ندمان ان انا حكيت لك على كل حاجه، كان لازم قبل ما اقولك اني بحبك ان احكي لك على كل حاجه. عارفه بقى مين اكتر واحد في الدنيا نفسي اشكره واقتله في نفس الوقت؟ مين؟ مروان ابو عرب. اشمعنى؟ عاوز اشكره لانه لو كان بني ادم طبيعي ومش نصاب عمرنا ما كنا هنتقابل. عاوز اقتله عشان اللي عمله فيك. وانا مع اني لسه زعلانه منك بس برضو عايزه اشكرك عشان انت ما خذلتنيش، ما خلتنيش افقد الثقه في كل حاجه حلوه بحس بيها. ليه كده يا ابراهيم؟ ليه كده؟ الله، هو انا يعني عشان عاجز تقوم انت تجري؟ انا مش هعرف اجري وراك. ماشي يا هيما. عارف يا ابراهيم، انا اتولدت من الوراق عند حته كده اسمها مصنع الكراسي، ما كانتش معروفه بس احنا اللي شهرناها. عارف ليه؟ عشان لما كان عيل يدينا ولا حاجه كنا ناخده ورا مصنع الكراسي ونعلم عليه. بس بعدها بقى ما بقتش العب مع العيال، بقيت احب العب مع بابا عشان انا بعرف العب. كسبت 50 مليون، سبت الوراق وسبت مصر وجيت قعدت هنا، فاكيد مستحيل وانا اكررها تاني والعب مع عيال زباله زي والله العظيم. انا كنت هقولك، كنت هقولك على ابراهيم وناوي يقابل معاك ايه، بس يعني ما جاتش الفرصه. والله حبيبي عايز اعرف منك حاجه. ما انا عارف من اول كل حاجه من ساعه ما كنت في مصر ومعاك المحمول اليوناني بتاعك، وعشان انت جاهله وغبيه مش عارف ان انا كنت عامل رومنج. يعني ايه يا هيما؟ ها رومنج يعني تجوال، وتجوال يعني دولي. وبما ان حضرتك في التجوال قافله الموبايل وترد عليا الرساله بتاعت الشبكه المستضيفه، يعني انا اول ما اتصلت بيكي على المحمول اليوناني بتاعي اللي معاكي في مصر ردت علي أميرة الأمراء وقالت إيه؟ هذا الرقم ربما يكون مغلقا. والله كان ليها وحشة. عارفة لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت أنت فين. فاتت عليكوا دي صح؟ فاتت عليكوا. والله العظيم مش أنا اللي عملت كده، ده إبراهيم هو اللي قايل إن أنا أعمل كل الكلام ده. والله واطي يلا يا واطية. شفتي يا هيما؟ شفتي نجوان عايزة تلبسك ازاي؟ واطية هي بقى ولا مش واطية صح؟ نجوان طلعت واطية صح؟ بقول لك يا باشا الحوار ده بينكم وبين بعض انا ماليش فيه. انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها الا لما خبطت عليكم باب الشقة. هي حاولت تلف عليا صحيح وانا استعبطت، غير كده ما اعرفهاش. عيل ذكي فكرني بنفسي انا شاه قبل ما اعملهم. تطلع عيل اهبل يا ده. انا عارف من ساعه ما خبطت الشقه وراها انك معاه، يعني نجوى ما تتصرفش كده من دماغها ابدا. وانا كان كل اللي هامني هي تتصرف بدماغ مين. يا باشا بقول لك ما اعرفهاش، روح شوف هي بتفكر بدماغ مين. خرجوني من الحوار بتاعكم ده. ما تصدقوش يا مروان، والله العظيم ده عيل كذاب. والله انا بقى عامل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطه دي وكل واحد فيكم بيبيع التاني، ولا
كله كوم. كله كوم. وموضوع الوصل ده كوم. لا 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 كانت حلوة. يعني الوصل في الشنطة تتسرق يجيلي فيعرف العنوان. لا 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 مرعبة. بس اللي أنا عايز أقوله لك بقى إن الوصل ده كان قديم جدا وأنا رميه في الدولاب وقبل ما نجوان تسافر مصر. يعني هي ما تعرفش بيه حاجة. كل ما في الموضوع خدته حطته في الشنطة عشان تعملوا الفيلم العربي ده. عارف يا نجوان؟ أنا شاطر. أنا شاطر. برافو! برافو مروان! برافو! عارف أنا سبتك ليه قبل ما تقضي فترة؟ عشان دي الحاجة الوحيدة اللي كانت شغلاني. وقعدت فكرت فيها، يا ترى الواد اللي اخترته ده ابني ولا ابن إبراهيم؟ عشان كده قعدت افكر لغايه ما وصلت الحل. قلت لو قلتي لي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني، ولو ما قلتليش يبقى مش ابني. انت ما قلتيش. والله العظيم وربنا ده كان ابنك والله. لا فلتت منك دي يا باشا، انا ما نستاهلش. ممكن يكون عندك حق كده، انت ابتديت تفهم تبقى شاطر، لان فعلا نجوان مش رخيصة كده. بس كده يبقى الموضوع اوسخ، لان ازاي يبقى بطنها ابني وتتفق مع حشرة قذرة زيك؟ لا ما تقولش كده. طب حتى اساله، انا قلت له ايه؟ انا قلت له لو ما بعدتش عننا وعن حياتنا انا هبلغ مروان بكل حاجة والله العظيم. بقول لك يا باشا، ما المسامح كريم، ايه رأيك؟ احنا غلطنا وانت الكبير والكبير بيسامح. مشكلتك يا ابراهيم انك حسسني وعارف ان انا طيب، عشان كده انا مش هقتلكوا، انا بس هعمل فيكوا زي ما كنا بنعمل زمان، هعلم عليكوا زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي. خاطري حرام عليك. يلا حرام عليك.